مرحبا واهلا وسهلا فيكم على حلقه جديده من بف بف سيجار. اليوم رح نقدم سيجار اول مره بدخنه واول مره رح دخنه معكم على الهواء اليوم. وبس بدي اقول للمحبين يشوفوا العلب تبع السيجار. بصراحه ما عندي علبه، رحت اشتريت واحد از سينجل، بس رح احط لكم صوره العلبه ديركت رح تشوفوها. هيدي صوره ماخوذه على عبر الانترنت، وهيدي هي بصراحة لأنه ما عندي العلبة. لو عندي العلبة كنت فتحتها قدامكم وعملت الانرابينج تبعها. اليوم هو البرتغاز مادورو نمبر 1. هيدا أول مادورو لانش لبرتغاز، ما كان عندهم قبل مادورو. إذا بتلاحظوا باللاين تبعهم هيدا أول واحد عملوا له لانش. اللي بيسمعني بيقول مادورو، شو يعني مادورو؟ مادورو لما بيكون السيجار هيك بتشوفوه لونه على اغمق، الرابر تبعه اغمق لانه ورقه السيجار تخمرت وتعتقت اكثر. فكرمال هيك يعني مثل كانه حاطط شيء انت أو يعني عم يستوي واستوى اكثر بيسكلي، والطعمه بتكون اكثر. مش معناتها انه السيجار اقوى، مع انه في سيجار هيك مدوره شوي بيطلع اقوى عليك، بس مش على طول واحد لازم يقول السيجار هيدا لونه هيك معناتها قوي. نو بس بيكون في اكسترا فليفر واكثر واحد بيستطعم بطعم السيجار. سو لنرجع عليه، هيدا السيجار 5.18 inch طول، الجيج تبعه 52، ومثل ما قلت لكم اول سيجار باللاين المادورو لبرتغاز. رح نولعه سوا، خليكم معي وقول لكم رايي فيكم في السيجار. كتير سمود، كتير 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 سمود. الدرا لما واحد يسحب effortless، ما لش لازم تشد وتاخد بقوة ولا شيء، نو تسحب direct. كطعمة اول درا اخدته عن جد منحس بطعمة الكوكو، طعمة الكاكاو، طعمة الشوكولا. عم تحس فيه انه رح يكون من هذا الطعمة، طعمة الشوكولات الارث فليفر. فخليني اعمل اول ترد وبجرب طلع شوي صغير من النكهات هول وبرجع بقلكن شو الطعم اللي عم تصير معنا. خليكم رجعنا معكن على اول ترد من البرتغاز مادورو نمبر 1. اذا بتلاحظوا من هون الحرقة كيف صارت، هذي بيسموها كانوينج، لما بيصير هيك بيحترق ومن ميلي بيضلوا مثل ما هو. انا جلسته بالتورتش لانه كان عم يولع من ميلي اكتر من ميلي تانية، بس هذي بتصير يعني ما بيغير شيء بالطعم تبع السيجار بصراحه، لانه كثير 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 طيب، كثير طيب. في عندنا بعدنا طعمه اللي حكينا فيها، طعمه الكاكاو الشوكليت الدارك شوكليت، مش الحلو، ما في حلو بعد. وفي طعمه الايرتي هي اللي طعمه التباكو، وفي شوي صغيره شوي صغيره بيبر، مش كثير، ما بتحس فيه كثير، بس في شوي صغيره. وهذا كله ميكست مع طعمه الايرتي اللي هي طعمه التباكو الطبيعه اللي فيه. very very smooth بصراحة، يعني كتير 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 طيب. فيني زيد كمان انه فيش طعمة صغيرة من الروستد نوتس، شوية من المكسرات المحمصة، فيه شوي صغيرة عليه، يعني فعلا لذيذ لذيذ. full of flavors، كتير كتير يعني معبى flavors. واحد اذا بده يستطعم تقريبا بشي 4-5 flavors بس من اول ترد من السيجار. كتير طيب. اوكي خليكم معنا، راح نكمل للسكند ثيرد نشوف اذا بيتغير شيء فيه للسيجار، وبنشوف لوين راح ياخذنا. يلا رجعنا بالسكند ثيرد. اول ما بلشنا السيجار حكينا بطعمه الكوكو، طعمه الشوكولا، حكينا بطعمه الروستد نوتس، حكينا شوي صغيره بالبيبر، وحكينا شوي صغيره كمان بالارثي. بعدنا مثل ما نحن، يعني شوي صغير اللي بيحب الدارك شوكليت، اللي بيحب شوي المرارة عندك اياها ديفينتلي بهذا السيجار. ميكست مع شوي صغيرة من الحار،
ميكس مع شوي صغيره من هول الروستد ناتس، يعني كانك عم تاكل جاتو على شوكولا. اكيد بس منه حلو، هيدي هي الفكره الواحد لازم يخليها براسه، انه منه حلو، ما فيه كثير كثير سويت ابدا. الترانزيشن تبعه كثير كثير حلوه، الدخان بتم الواحد بتحسه كريمي وطعمه كثير 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 طيبه. يعني بحب شعمه الشوكولا دارك شوكليت، هيدا رح يحبه كثير 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 طيب. اوكي عم نخلص، رح نوصل للباند ونفتح اللاست ثيرد ونشوف كيف رح يخلص معنا. لحديت هلا ممتاز ممتاز كسيجار، يلا خليكم. اوكي رجعنا ب اخر ثيرد من البارتاغاز مادورو نمبر 1. هلا قوي 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 بشكل فظيع، هلا صار مزبوط فول بادي، هلا عم تستطعم فيه ماكسيموم فليفرز. يعني هلا عم تاخذ كل النكهات بقلبه عم بيطلعوا، وفيك تزيد عليهم هلا شوي صغيره من السينامون. يعني شوي صغيره عم يطلع هيك، عم يجيك نكزات من الحلو. بس كقوة هلا فعلا، يعني ترانزيشن كان من الميديوم تو فول باللاست ثيرد، بتحس فيه بس توصل على اللاست ثيرد بتحس فيه انه قوي قوي بشكل شكل رهيب. لما بتسحب هلا شوي صغير عم يحرق لما بتطلع من نخيرك، لانه عم يطلع كمان شوي صغير كتير عن السبايسز، ويبلش يحرق شوي صغير العيون. بس كتير طيب كتير طيب، اللي بيحب المادورو دارك طعمة قوية go for it، كتير طيب كتير طيب. شبهته شوي صغيرة للكوهيبا ماهيكوس، كوهيبا مادورو. ما عملنا له ريفيو على العربي، رح نعمل له قريبا، عملي له على الانجليزي كنا عاملينه، فينا شوي صغير نقارن الاثنين. بس الكوهيبا شوي فيه شوي زيادة، اكيد الكوهيبا شوي صغيرة طعمة اكتر فيه. لقالي انا فعلا اذا بقارن الاثنين وبتسألني اي واحد بفضل، اكيد رح فضل الكوهيبا مادورو عن البرتغاز مادورو، بس مش لحتى مش لانه عاطل، بس لانه هيداك فيه شوي صغيرة اكتر، يعني بس تاخده بتحس فيه شوي اكتر. بس هيدا قوي قوي كتير. هلا لاسترد، اذا بعدك جديد عم تبلش ما تبلش، روح بالناتشورال بارتاغاز اذا بدك تبلش. بس قوي و very good. سو اللي ما دخن دخن، ويعني هيدا I have to go، يعني لازم نعطيه ريتنج، لازم نعطيه 9 on 10، لانه كل المميزات فيه كسيجار قوي موجوده فيه لهيدا السيجار. alright so ان شاء الله يكون عجبتكم الحلقه، وبنشوفكم بحلقه جديده بسيجار جديد قريبا، على حلقه جديده على بفف سيجارز. بنشوفكم قريبا، يلا باي.